يلي تركوا الدار وبإيدهم المفتاح وناطرين ليرجعوا على أمل العودة. يا خوفي يكون عم ينعاد اليوم بجنوب لبنان. سخرية القدر أن التاريخ يكرر نفسه، كل مرة عم نوقع بنفس المطب ونفس الأخطاء. هذا العدو عوض ما نكون نحن أكثر متماسكين بمواجهته، كل ما لنا عم نكون متشتتين ومتفرقين. عم تحكي كدول عربية. أول مين سعى لاتفاق سلام كامل كان حسني الزعيم. حركة الصهيونية قبل 48 كانت دائما تحاول تدخل بمقايدات مع الوطن العربي. الوحدة السورية المصرية كان ممكن لو استمرت ولو وضع إلى أساسات حقيقية ورجعتي وحدتي هذا الوطن العربي الممزق كان ممكن تعمل فرق كبير. خروج مصر بتقل مصر الجغرافي والعسكري والسياسي، من هون بلش الانحدار. الجيش السوري كان له دور استثنائي بحرب 48، استثنائي، لم يتراجع ولم يكسر ولم يهزم. 67 كانت مصيبة، مصيبة لأنه هالدول العربية المفروض بين 48، لو ما في سابقية 48 بتقولي مبلوعة، بس إجت لك 48 وكل أخطاء 48، إجت 67 ما حدا طور حاله واشتروا سلاح ما كانوا مجهزين لاستخدامه. أنا ما بشوف اليوم أنه نحن بحالة استثنائية تختلف كثيراً عن الحالات اللي سبقت. هلأ مثلاً اللي عم يحكي والله يحيى السنوار، طب من قبل هلأ حكينا عن أحمد ياسين واستمرت حماس بعد أحمد ياسين، وعباس الموسوي اغتيل بال94 واستمروا بحزب الله. أساطير ممكن ما عم تقول الفكرة اليوم ما بتموت. طالما في تاردم بده يضل في قتال، وطالما بده يضل في قتال بده يضل في تسليح وبده يضل في دعم لإسرائيل، وبالتالي ما في احتمالية لزوال إسرائيل حالياً لا أعتقد. مشكلتنا كمان إنه نحن كل مشاكلنا في الوطن العربي هي مشاكل متوارثة. يلي بده يهاجمني بيقول طب بس مو بإيدنا إجوا الإنجليز قسموا، بس في ناس سهلت التقسيم، في ناس قبلته، في ناس شرعته، في ناس دافعت عنه، في ناس طالبت فيه. بقى إيه المشكلة بالأمة العربية.